السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. اعزمي اصحابك على عشاء وبهريهم. تعالي اعلمك اكله بسيطه ومغذيه وخفيفه، ومكوناتها موجوده في ثلاجه كل بيت. مش هتحتاجي تعجني، ومش هتحتاجي فرن، ومش هتحتاجي حاجه غير ان عندك صينيه مدوره او طاسه مدوره. هقولك المكونات وهكتبها لك تحت في صندوق الوصف. هنحتاج 3 بيض عليها ملح وفلفل، وثمره فلفل اخضر متقطعه صغير، بقدونس متقطع صغير، جبنه موتزاريلا، زيتون مخلي لو عندك مشروم، لازم هتحطي معلقه بيكنج باودر صغيره، وهوت دوج او سجق اللي عندك. يعني هاتي كل اللي في الثلاجه وتعالي بقى معايا نشوف هنعمل ايه مع بعض. ما تنسيش تشتركي في القناه، ويلا لايك في السريع، ويلا نبدا. هنحط 3 بيضات وعليهم ملح وفلفل، بعدين هنحط كل المكونات على بعضها ونقلب. ما ننساش معلقه صغيره من بيكنج باودر. هنجيب طاسه مدوره او صينيه مدوره ممسوحه بالزيت، وهنفرد فيها 3 ورقات من الجلاش. بين كل ورقه والتانيه هنمسحها بالفرشه بالزيت، وهنخلي الاطراف طالعه كده في الجناب علشان نعرف نقفل عليها على المكونات بتاعتنا. منظر ده. وبعدين هنحط كل المقادير بتاعتنا ونقفل عليها كده. بعد ما اقفل عليها لازم ادهن وشها بالفرشه بالزيت عشان خاطر تستوي، وبعدين احطها على نار هاديه، ولما تحمر بقلبها على وشها. وادي النتيجه النهائيه بتاعه فطيره الجلاش بتاعتنا. جربيها مش هتندمي، مفيش اسهل من كده. محتاجناش لفرن، ولا احتاجنا نعجن عجين ولا اي حاجه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.